تواصل يستمر والانطلاقات تستمر على أرضية ميدان المرموم تحفة ميادين السباقات في دانة الدنيا دبي. شوطنا العاشر الذي خصص للإبكار المهجنات الأصائل اللقاية في الخمسة كيلومترات. انطلقت هذه الأسماء، انطلقت هذه الشعارات بحثا عن ناموسي هذا الشوط. أتقدم مباشرة، أبدأ بالتعرف على الأسماء المنطلقة والحاضرة. جموع المركز الأول، عزيز بن مبارك بن عزيز آل محرمي، من يقدم جموح في أول الأسماء المنطلقة والمطالبة بناموس هذا الشوط. المركز الثاني، أتابع فزعة لمحمد بن السلمي بن محمد الوهيبي القادم على المركز الثاني. بلشع المركز الثالث لسليمان بن علي بن شطيط الوهيبي. المركز الرابع، هذه اللي وصلت أو اللي وصلت الكورة في هذه اللحظات لمحمد بن هزيم بن محمد بن هزيم. المركز الخامس، تقدم من مثير لمحمد بن صالح بن جابر العامري. المركز السادس، هادي عوايد لعيلان بن حميد بن واس الكتبي القادم على المركز السادس. سابع المراكز، وصلت الجذاب سالم بن علي بن سلطان الشموسي. المركز الثامن، تقدم من الضبي لمحمد بن سالم بن نايع الغفلي. ناخذ المركز التاسع ونتابع في تاسع مراكزنا، القدوم من انذار لحمد بن علي بن مصبح بالخصم الكتبي. وعاشر مراكزنا، النويعس لسهيل بن رملي بن محمد العامري. هكذا هي النتيجة، هكذا أول إذاعة للعشر المراكز المتقدمة. وياهي من أسماء قادمة، ياهي من شعارات قادمة زاحفة من أجل ناموس هذا الشوط. أعود إلى الصدارة بعد مغادرتنا للثلاثة كيلومترات، أعود إلى المركز الأول، أعود إلى الصدارة. من غيرت، من خطفت الصدارة؟ الضبي محمد بن سالم بن نايع الغفلي يتقدم على المركز الأول ويقدم الضبي. المركز الثاني، مثير القادمة لمحمد بن صالح بن جابر العامري القادم على المركز الثاني. المركز الثالث، الكورة، الكورة قادمة في هذه اللحظات بشعار محمد بن هزيم بن محمد بن هزيم على المركز الثالث. المركز الرابع، اللي وصلت الانذار حمد بن علي بالخصم الكتبي يقدم انذار على المركز الرابع. المركز الخامس، وتابع الاسم القادم في هذه اللحظات، شعار بن رملي قادم مع النويعس. سهيل بن رملي بن محمد العامري يتقدم على المركز الخامس. المركز السادس، وتابع المجموعة الثانية والقادمة في هذه اللحظات، جموح القادمة ولكن التسلل من الجانب الآخر. عوايد، عوايد بن واس عيلان بن حميد بن واس الكتبي، من يقدم عوايد؟ ناخذ المركز السابع ونتابع الجذابة القادمة بشعار سالم بن علي بن سلطان السبوسي على المركز السابع. المركز الثامن، هذه الجموح لعزيز بن مبارك بن عزيز المحرمي. المركز التاسع، وصلنا مع بلشة لسليمان بن علي بن شطيط بن سالم الوهيبي قادم. والمركز العاشر، راهية وأول ندالي راهية لسعيد بن عبيد بالخالص العامري. هكذا هي النتيجة، هكذا هو النداء الثاني للعشر المراكز الأولى المتقدمة والقادمة.
القادمة على أرضية هذا الميدان، ونحن نغادر في هذه اللحظات المنعطف الأخير. بدأنا بالاستدارة إلى المقصورة الرئيسية إلى ناموس هذا الشوط. أعود إلى الصدارة مثيرة مثيرة. يلا يا بن يابر، محمد بن صالح بن يابر العامري يتقدم على المركز الأول ويقدم مثيرة ثائرة في هذا الشوط، ثائرة في التقدم، ثائرة في الأداء بشعار بن يابر العامري على المركز الأول. المركز الثاني القادم انذار انذار انذار، دشت معها واسمها انذار، حمد بن علي بالخصم الكتبي قادم مقدم انذار على المركز الثاني. المركز الثالث مواري مواري مواري، هادي لما يبتلها طاري مواري، واحمد بن سالم بن عوي الشامسي من يقدم مواري. بينونه بينونه عتيج بن مطر بن حسن القبيسي القادم مقدما بينونه بن سرود، يقدم غزلان الميدان منصور بن ناصر بن سرود. وصلت شعله شعله القادمه عبد الله بن غدير بن حمدان الوهيبي. اللحظات الاخيره الامتار الاخيره، يا هل اللقايه يا هل اللقايه، المهجنات الاصايله. اعود الى الصداره، بينونه 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 على المركز الاول، بينونه على الصداره. عتيج بن مطر بن حسن القبيسي هنا على المركز الاول وعلى الصداره بالخصم قادم، وشعلته الوهيبي قادمه. عبد الله بن غدير بن حمدان بن حمدان الوهيبي. اللحظات الاخيره الامتار الاخيره، شوف اللي القادم شعاع قادمه. حمد بن هدي بن بطي بن دميثان بن دميثان الشامسي، وصلكم بن دميثان. روح يا رعي بينونه، روح يا القبيسي. اللحظات الاخيره بن دميثان قادم، ولكن بينونه بينونه بينونه. تهانينا والناموس لعتيج بن مطر بن حسن القبيسي، وسلامي للعاصمه ابو ظبي محملا على ظهر بينونه في هذا المساء. المركز الثاني المركز الثاني وصلت شعاع لحمد بن هدي بن بطي بن ميثان الشامسي. المركز الثالث المركز الثالث هذه المركز الثالث وصل شعار سلطان بن حمد بن مطر بن عميره. المركز الرابع المركز الرابع نداء لشطيط بن سعيد بن محمد الكتبي. المركز الخامس المركز الخامس مواري لاحمد بن سالم بن علي بن عوي الشامسي. 7:25 ثلاث اجزاء من الثانيه هو توقيت بينونه. تانينا وناموس لعتيج بن مطر بن حسن القبيسي، وسلامنا الى العاصمه ابو ظبي. المركز الثاني 7:25 ثمان اجزاء من الثانيه اللي وصلتنا شعاع لحمد بن هدي بن بطي بن دميثان الشامسي. المركز الثالث شعار بن عميره 7:27 4 اجزاء من الثانيه. هذه عشاق اللي وصلتنا لسلطان بن حمد بن مطر بن عميره الشامسي. تهانينا والناموس للجميع.